أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ نور الهدى في سؤال لها تقول: هل يجوز أن أهدي تلاوة القرآن إلى أبي وأمي وهما على قيد الحياة؟ وماذا إذا كان أحدهما أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ وما الذي يصل إليهما؟ الصحيح أن قراءة القرآن لا تهدى لا للأحياء ولا للأموات لعدم الدليل على ذلك. الأصل أن ثواب العمل يكون للعامل إلا إذا دل الدليل على جواز إهدائه لغيره، مثل الدعاء، مثل الصدقة، مثل الحج والعمرة. هذه الأمور دل الدليل على إهدائها للأحياء أو للأموات، وأما ما لم يدل الدليل عليه فالأصل أنه لا يجوز.